عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نوريكم طريقة حفظ الكرافس اللي هي الكرفس باللغة العربية الفصحى، كيفاش نحفظوها مدة طويلة تبقى حتى بالعام ما يجرى لها شيء. طريقة سهلة، ناخذوا الكرافس متاعنا، ننقوها، نرصفوها بجنب بعضها لوراق نظيفة، نجيبوا ماء كمية كبيرة نغطسوها فيه الربطة كاملة ونشللوها بالباهي ونغسلوها بالباهي مرة اثنين على حسب الغبرة والتراب اللي فيها. بعد نحطوها فوق منديلة تشيح. ريتوها انا هذه شاحت تقريبا 4 سوايع وهي فوق المنديلة. مانيش باش نقصوها الا ما تشيح بالباهي باش تبقى لنا لبس عليها وتبقى لنا مفركة هكا وبعيدة على بعضها. باش نقسمها على زوز، انا باش نقصها لانها كمية كبيرة، وبالتأكيد كي باش نقص ديما الجذور متاع الكرافس راهي بنينة وراهي تحمض الماكلة تبننها. ديما ماذا بينا ننحو كان شوية كيف ما باش تشوفوا، جست شوية خاطر ديما مهما تكون الجذور هكا مصخة شوية. باش نقصها جويدة، قصوها جويدة خاطر باش تحتاجوها في مرقة الخضرة، باش تحتاجوها في الجيري. الجيري لمحالة تحب الخشين، اما مرقة الخضرة تحب الجويد. الروز بالخضرة فما شكون يعمل الكرافس، انا الحق ما نعملش فيه. نقصوها جويدة لوين نكملوا الكمية كل. ونجيبو حكة، ماذا بينا تكون شايحة، حكة بتبيع الأحسن أنها تكون مستطيلة ولا مربعة باش ما تاكلناش بلاصة في الفريجو. أنا يعني الحق مش متوفر عندي، عملت حكة عادية. نخبوها فم، وديما ماذا بينا نخلطو شوية ورق شوية جذور شوية ورق شوية جذور باش تجينا الكمية متفاوتة كي نجو نهزو فيها. نخبوها في الحكة، نكملو نقصو الكمية الكل. كملنا الكمية الكل كما تشوفوا فيها. حاولت اني نمزج ما بين الجذور وما بين الورق باش ينفوا، حطيتها في الكونجيلاتور. وقت اللي نهزها ونخرجها باش نستعمل منها نلقاها مريقلة. الحفظ متاعنا يكون بالطريقة التالية، ان نسكروها نحطوها في بيت الثلج في الثلاجة تصبر للعام. الطريقة هذه تخليها تجي مفرقة على بعضها، مفركة باللهجتنا العامية التونسية. توا باش نوريها لكم على عينيكم كيفاش تثلجت. بدلت لمحالة البواطة، لقيت عند امي واحدة مستطيلة بدلتها فيها. هاكا باش تشوفوها على عينيكم كيفاش محلاها، مفركة مفركة محلاها. شوفوا تبركل، يعني يبقى لكم الكرافس فريشك يجي بنين خاطر فريشك راهو افوح في الجيري في كل شيء، بينما اليابس فما اللي يستعمل الطريقه متاع التجفيف بصراحه ما ننصحش بها، ما يجيش بنين كيف المكنجل هكا. ريتو محلاها هكا يشهيني فوفايم جيري هكا فيه شويه كرافس. نويتكم وما نشهيكم. ويبقى لنا لوين يوفى الكرافس متاعنا وهو لبس عليه حتى بالعام. الحسيلو هذه دبارتنا، ان شاء الله عجبتكم والى اللقاء. بسلامه.